عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عندما أتحلل من عمرة يكون وقت ظهيرة في ساحة الحرم، وأتورع أن أضع الإحرام فوق رأسي لأنه يراني من يريد أن يعتمر فيظن أن هذا الفعل مباح فيرتكب محظور، فهل فعل هذا صحيح؟ جزاك الله خير. هذا الذي ينبغي أن يكون، أن يبتعد الإنسان عن موطن الشبهات أو عن موطن يدلس فيه على الناس أو يظن الذي يراه أنه في خطأ. والدليل على رسلكم إنها صفية، صح ولا مو صح؟ في البخاري، كتاب الاعتكاف للصيام، باب الاعتكاف، كتاب الاعتكاف لما قلبها جاءت المسجد وجلس معه هنية فأراد أن يقلبها فإذا برجلان يسيران، قيل وسيد بن حضير وآخر، فقال على رسلكم إنها صفية. كان قادر النبي يقول أنا من يشك فيه عليه الصلاة والسلام، لكن قال: خشيت أن يقذف الشيطان في نفسكما شيئا فتهلكان. والإنسان يبتعد عن مواطن ماذا؟ عن مواطن يكون فيه شبهة أو يفهم فهما خاطئا.